والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم في حلقة جديدة سيتي سكاي لاين مدن الخضراء. معكم خليل جيمنج. طبعا الحلقة الماضية خلصنا شوي امور، بعدها عندنا نكس وركرز، مع انه ما عندي طلب عمال على فكرة، بس اتصور يبالنا شوي مواصلات. اذا حليت شوي مواصلات على الاغلب ممكن ينحل على فكرة، يعني شوية مواصلات. اشكركم وش على متابعة الحلقة، اشكركم على اللي سووا سبسكرايب، اشكركم على الاداد الموجودين. انتوا تخلون القناة مستمرة باذن الله. الحين تعالوا خلنا نشوف الحلقة الجديدة. سويت منطقة صغيرة، انتوا ما كنتوا موجودين، مسويت انا هاي garbage piled up. ليش garbage piled up؟ خلنا نسوي هاي وحدة زيادة، بوفر شوي بضايف، بنوفر شوي وظايف الحاجة للسكان بتزيد، لان عندنا نحن زون شبه جاهز، ودايما الوظايف مبدأ شيء كبير يعني. بس الحين عندي تاكس اوفيس، مكتب الضرائب اللي حطي، كنت ادور على مكان حطي فيه لحظة، بحطيه هني. تعال يا مكتب الضرائب، مكتب الضرائب هني، شكله مكان زي في نص المدينة مرة. مستانسي الضرائب هاي، دقهم عينكم، دقكم على عينكم دق. 11%، تذكرون هذا الرقم السحري اللي الناس تتم صامدة عليه ترى، على فكرة رقم يخلي الناس صامدة، ما اعرف ليش. انزين ترى عندنا محطات وايد الحين، بس اظني صحيح الشارع اموره طيبة، اموره جدا طيبة مفروض الشارع. ابا اعرف هذا ليش ما يوصل. هاي شو بق سبريبان خيبة، تم حشرات شيء في المدينة، شوف وايد منكم انا اني شفت غيرهم بعد من ساعة. ها شو اويل ترك، ياس استورد اويل، ما عندنا اويل اصلا. لو تذكرون دورنا ما كان في اويل. والله الشوارع الكبيرة ترى مشروع ناجح على الشوارع الصغيرة، يعني خفول الزحمة بشكل. ها نفس راعي المفتاح على فكرة تحت الفلور بورد يقول تعال. انا بسوي منطقة جديدة، لكن الجديدة بحط فيها يوغا جاردن كوميونيتي بول، حطي مسبح ولا لان اخر مرة حطينا هذا. شوفوا شكلها ما يبين في شيء ترى، يعني اوكي في زحمة في ناس في عالم، بس ما يبين شيء الصراحة. البول شوف البول، حطي بول، شوف ما شاء الله على المجال ماله الصراحة. لازم احطيه، ابي اخدم المدينة كاملة اتصور. مسبح هذا، مسبحة هني بمتد لها الصوب ولا ما راح امتد؟ هني السؤال ترى، ممكن احطيها انا وين هاي اليوم هني، سايل مو بيكون عندهم. اما ابا احطي مكان واحد عشان ما يصير زحمة في المدينة، عند مكتب الضرائب. شوفوا الضرائب شو تسوي لكم، تسوي لكم مسبح، تسوي لكم مسبح بعدي. والله المسبح شوفوا شوفوا شوفوا، مع ان البحر هني، ها كمل سيدي شوي بحر، بس مسبح روب شباح لهم بما شاء الله عليك. يقول ما في احد يزور، ها صفر، في ناس تتسبح من الحين يا هال وهذا وهي، مش زوار يعني. والله هو مكانه يعني مش منعوي و... بس ركب ركب نوع ركب هني مرة طيبة. زين خلنا نسوي عند المسبح، ممشى للناس، أبو ممشى، أبو ممشى هني يخطفون الناس، دعيني بس ممشى، بس على أساس يتمشون عند المسبح.
في حد بيتمشى عند مكتب الضرائب؟ ما يبي يمشي على الشارع؟ ما في. والله جميل المسبح، بس هو نفسه شكله، الانيميشن ماله ما يتغير. انت ليش جايب الكلب مالك المسبح؟ انا اعتقد المفروض يكون مسبح ممنوع الكلب صراحة. What a beautiful sunrise paradise، ما اعرف منو. اوكي، المنطقة الجديدة هاي بسويها كلها هاي دنسيتي، بس كنت بسوي المنطقة الجديدة، لكن عنا هني نحن سوي بيوت حق العالم هني. شو رايكم؟ بيوت حق العالم، بس شوي نغير الترتيب، يعني هي هني ونساوي في اعلى منطقة عندهم، هاي اعلى منطقة نساوي كل الارض فيها. too much soil. زين انا ابغى ارفع، يعني بحتاج هني اصلا اخسر سويل. انا شو قاعد اسوي ترى؟ انا يعني بعدل الارض بفلوس وبعد مش قادر اسوي مدينة صغيرة اساسا نحطي فيري فيها. لحظة، لا مش مهني تمسكونه من level area. click with the secondary mouse button to choose target height. اوكي، هذا target height مالي. نسوي اسوي صح، شو الغلط فيه؟ سوي كله بيخلص الحين. شوفوا، لازم نختار منطقة متوسطة. زين، ابو برش اكبر عندي الصراحه. ريمبر تهاب، ما اعرف، منطقه صغيره غير عن منطقه كبيره. منطقه كبيره وايد اصعب شكلها. اصعب وايد ان نسويها سيدا من 100% ولا قريب ل 100%. ما حتى مش 100% يعني، هو إن في النهاية نحنا سنسوي جزيرة جديدة نوعا ما. عندي أرض هناك بس وبستعمل اللي هني. المنطقة عيبتني، لازم نسوي منطقة شوي بعيدة مش كلهم قراب. لازم حد يكون عنده مشوار طويل شوي، مش كل حد مشواره قريب. يعني كل حد مشواره قريب 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 ما يفيد. يو هاف نيو رمبر. شو عندنا جديد؟ مترو عندنا، هاي مترو يا جماعة. عندنا ترين ستيشن، عندنا كارغو ترمينال. الوضع يباله تفكير. شوفوا والله حلوة المنطقة. لا اوكي اوكي، نسبيا وايد اوكي. هي عبارة عن منطقة صغيرة، بتكون مش وايد صغيرة يعني. لا والله منطقة طيبة طلعت. جدا طيبة، تكلفة الشوارع عالية، ما ابغى امسخها في التكلفة الصراحة. بس حتى الجسر هي ما بسوي وايد اوفر. الناس اللي بتيه هني شوي بتعاني. نشوف شيء شكله منطقي يعني بالنسبة للجسر. اوكي، هو جسر شوي عالي مش وايد.
هذا عالي بما فيه كفاية أظني. يويا الجسر بس 28,000 على الجسر هذا. يستاهل يستاهل. أتمنى السفن تطوف من تحته. كله بعده بينشل مع التمددات اللي ذات كله بينشل اصلا فبيكون مختلف. لكن هاي المدينة ومشروع الصراحة المدينة هاي مشروع. مشروع ناجح. اتوقع انه مشروع ناجح. مدينة وايد ضخمة مو بها بالضخامة اللي نسويها نحن في العادة. بس والله كبيرة ترى على فكرة مش صغيرة يعني. أنا أقول مش بالضخامة لكنها ضخمة أنا أحس. أوكي هاد تقاطع يمكن ما ينفع. بيسوي زحمة أنا متأكد. هاد تقاطع زين. يباله في الوسط نوصلهن هناك كلنا جسر ما بالجسر يسوي الزحمة كلها. يعني ما بالزحمة كلها تقل الجسر هذا. ما بنحتاج اظني خدمات ضخمة حق هالمكان. ان شاء الله خدمات الزبايل وهي توصل هني يعني مش انه توهك فيهن اخر شيء. وين هذا؟ زين ونبغى هاي المنطقة التجارية. باقي المنطقة السكنية نبغى في حقهم مطافي صغيرون. نبغى حقهم الشرطة صغيرون بروحهم. ونبغى حقهم مدرسة حقهم بروحهم. ترى هني يستوي المكلفان الدخل قاعد ينزل بس 19,000 اوكي نحن ماشيين في العسل يعني. بعدنا في العسل امورنا طيبة. المنظر الحلو اللي بيكون عند الجسر بس مرة ما مد لهم صراحة كهرباء هناك ويكونوا بشيء. حاطين لهم من هاي حاليا حل مؤقت مالي. بيكون هني اصلا فيه مترو. بس اوكي وصل وصل من هذا للبناية للمترو. انزين خلنا نسير نحط مترو شيء ثاني مكان ثاني. المدينة الثانية كانت مكلفة لدرجة ان ما عندنا فلوس حق المترو الحين. بس الدخل عندنا ممتاز يعني الدخل ممتاز. ما بنحاتي وايد شغلة هاي. انزين وين احطي هني نحن كان عندنا الباصات اكثرها توقف حق منو. اوكي هاي بيكون المترو الجاي هني. يطلع مهني من هني يسير المدينة من الطرف الثاني اللي هي هني. حلو نوصل المترو. اول شي توصيل المترو سيدة قد ما اقدر. المترو الأول المترو الثاني
بس مكلف على فكرة، قطار المترو وايد مكلف. يعني مثلا الحين 28,000، لو نحن الدخل مالنا مش قوي كان قطار المترو مكلف جدا الصراحة يعني، ولا زال مكلف يعني. كل ما صرف لنا 15,000 على الوحدة وعلى 25 ل 30,000 على الشارع، يبالنا 3 شوارع، كلمة عن مبالغ كبيرة يعني، مش كلمة عن مئات. لحظة، يبالنا مترو في الصناعية، ما بحط المترو دايركت هنا. ويت، المترو قريب الجماعة هني. اوكي، نحن محتاج هذا قريب. زين مو مشكلة، برجع لهم انا، بس خلنا نسوي المترو. نبغى المترو مكانه هني يوصل الاثنين يعني، لو جيت هني ولا حتى هني. بس اشوف هني افضل بيكون، او حتى هني في نص الزحمة، لان في وقفة باص هني، فبيون هني بلوكين عند وقفتين باصات. بس ذاك شارع وايد عام، بيتلعب زوم على الوضع. سوري، بس يقول لي المقبرة فل. ها المترو. الخط الثاني نحدد المسار. اثنين، خذ لفة طيبة. ما اعرف صراحة للحين شو افضل اعداد، افضل اعداد انا اتكلم مش اعداد عادي. المترو كمترو بس يبغى له مقبرة الناس يعني تستانس. حرام والله بدون مقبرة قاعدين، وين عقب موتاهم. محتاجين هني بس على البحر، تعرفون شو بدل هالبيوت هاي اسوي ديوزون حقهم كلهم. ما بقى كل حد في المدينة يطلع يدور وظايف برا الصراحة. سالفة كل حد في المدينة يطلع يدور وظايف ترى شغلة خايسة. خلنا نشوف، تعدل ال ثانكيو، طلع لي هذا مال البروسيسنج جثث. وايد زين، وايد زين. زين بشوف هني ليش نقبال مساحة طيبة، اللي خل البلوكات 4x4 يكون موجودة يعني، نضبط شوي الوضع بعد ما ضبطها كامل. افا تبغى يضبط على تضبيط هذا، خاف لانه جديد ما يبي يضبطه. انا لازم اهدم الشارع وارد ابني عشان يطلع لي هذا، انا هذي خايف منه. يب، شكلها كذي. المهم نحن محتاجين هني شو، شركات. ليش في ناس بتداوم هني؟ ما بالناس هاي تروح تدور دوام برا، لا خلها تداوم هني. انا شوف شو قلت لكم الجسر هذا، لان الجسر الوحيد بس فيه زحمه، زحمه مش طبيعيه. زين، نبى مكان يسوي فيها بروسيسنج للجثث الموت المساكين بشكل طيب. جنب كل مقبرة بنحطي وحدة عشان يكفي احتياج المدينة. احتياج المدينة من هالشغلات الاساسيات مهم. ومحلا برج المواصلة، شوفوا 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 في، والله جميل. يبالي شيء ثاني هني الصوب الثاني بعد نفس الشيء. انتوا هني بحط لكم شيء ما يسوي بولوشن، انا هذا الشيء. ايوه، عندنا فلوتنج جاربج بولوشن. وين اقدر احطي؟ كونستراكشن 50,000، بس في نويز بولوشن. زين، بس اوكي انا بحطي هذا، بس مشكلتي هذا كيف يوصل هني؟ اوكي، كولكس تراش اند بولوشن ان ووتر، ريديوسز ووتر بولوشن. ايوه، هذا مسواي حق هايل. مسواي حق هايل، مش مسواي حق الارض.
ليش ما قريتها قبل نايل؟ في نويز، في بلوشن، هذا ليش ليس زيرو بلوشن، يعني نت زيرو بلوشن، بس من مدل الشارع لين هني. زين، في احتياجات أساسية يحتاجونها الجماعة، والبلوشن ماله بري ماينر، صغير البلوشن هني. بحط عنده شير، شير ممكن، ولا حديقة عند الريسايكلينج. الناس ما بتعيش هني ترى، الناس شو بتي قريبة هني، بتعرف مثلا حديقة او هذا، وتبغى تي تستانس، ما خص باقي الامور. حتى الدكاكين قدامه بنفتح، كل شيء معاد تدويره، عرفتوا؟ ها، وهاي شركات بعد، مكاتب لجريونكم. هني الناس بتداوم بدل ما تصير لاخر الدنيا تداوم. هذا اظني، ولا مش اظني، على الاغلب راح يقلل الزحمة الخارجية وايد 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 وايد، وخاصة عندنا بعد نحن مترو الحين. ترى انا يمكن ما ركزت على المترو كموضوع، لكن المترو الحين مفروض من الحين شال 100 وشي، مفروض يشيل وايد بين هالمدن، وايد يشيل بين هالمدن مش شوي. على فكرة خطوط المترو مفروض تكون شوي غير. بس الافضل يكون بين كل مدينتين خط مترو، يعني المترو هذا الاثنين يتوصلون هني، والاثنين من هني يطلعون لهني، والاثنين من هني يطلعون لهني. يعني محطة رايحة رادة هني، رايحة رادة هني، رايحة رادة هني، بالطريقة هاي كروسنج. انا تبعت الطريقة السهلة والاقل تكلفة، لان تكلفتها شوي عالية. شوف بيوتهم حلوة على فكرة، أماكنهم شي حلوة شوي، عجبتني أماكنهم أنا. بس في الوسط في أماكن نفس هاي، بتغطي المدينة، أدري بحر هني بس إنه بيغطي. حلو يكون في حديقة، خاصة شوي رايحة رادة يعني. بس في زحمة على فكرة، شوفوا بايو جاربج تراك، هاي عندهم بايو جاربج تراك، 15 تراك تقريبا يوصل، يسوي لهم بروسيسنج قدر الامكان، وقاعد يحفر في الارض. بس كمنظر الصراحة انا احسه جميل، في شاطئ تحت يرمون ينزلون هني في الشاطئ. شوف اذا ممكن وضع ايه، ممكن شوفوا ممشى يوصل للبحر، يتمشون للبحر، يرجعون من الممشى. لازم اضحي بعمارة، مشكلة انا عندي في هاللعبة المدخول أهم عندي من الشكل. بس سير هذا، ما في شيء من بني هني، نحطي ممشى هني حق العالم، تتمشى على البحر. ممشى يتمشون هني، لازم شي يجيس الرمل، شوفوا، ونحط طبعا النخر. نخل شوية، الناس تتمشى تشوف نخل على البحر، مكان تتظلل فيه اذا شوي مشمسة. هذا شوفوا المنظر محلى، هذا ممشى هي. ما عندي وايد اكسسوارات هني، ما نزلت شغلات يعني وايد، اصلا ما نزلت، كله ستوك مال اللعبة. سوري. المهم هاي الجزيرة ولا المدينة الجديدة والمترو، وما امتديت هني، امتديت المكان هذا، امتديت في المكان هذا، وان شاء الله في الحلقات الجاية بنشوف شو بنسوي في خطط ثانية. بس هذا كان المترو عندنا جاهز وسويناه، فنشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، لان وقت الحلقة هذا خلص اصلا. فخليكم على خير، عيبتكم الحلقة، لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير للحلقة.